أسفرت عواصف عنيفة ضربت شرق كندا عن مصرع 4 أشخاص وحرمان ما يقرب من 900,000 منزل في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك من الكهرباء. قالت شركة الكهرباء في أونتاريو إن مئات الآلاف من المواطنين أصبحوا بدون كهرباء بسبب العواصف الشديدة، وأضافت أنه تم نشر موارد إضافية لاستعادة الكهرباء بعد الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها العاصفة. وتضم أونتاريو ما يقرب من 40% من سكان كندا البالغ عددهم 38.2 مليون نسمة. والآن متابعة لأهم الأخبار الرياضية. نعود مع الأخبار الرياضية من جديد، إليك فاطمة. شكرا إلهام، شكرا إيمان، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. فاز فيوتشر على مضيفي المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة 20 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر. توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على ضيفه أستون فيلا ب3 أهداف مقابل 2 على ملعب الاتحاد في ختام مباريات البريمير ليج، كما حقق ليفربول فوزا معنويا على ضيفه وولفرهامبتون ب3 أهداف مقابل 1 على ملعب أنفيلد، لكنه لم يكن كافيا للتتويج بلقب الدوري. بسيناريو جنوني، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه المثير على ضيفه أستون فيلا ب3 أهداف مقابل 2 على ملعب الاتحاد في ختام مباريات البريمير ليج. ورغم تأخر المان سيتي بالثنائية عن طريق ماتي كاش وفيليب كوتينيو، إلا أنه عاد في 5 دقائق وسجل ثلاثية عن طريق إيكاي جوندوجان ورودري، ورفع السيتي بهذا الفوز رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول. على الجانب الآخر، حقق الليفر فوزا معنويا على ضيفه وولفرهامبتون ب3 أهداف مقابل 1 على ملعب أنفيلد، لكنه لم يكن كافيا للتتويج بلقب البريمير ليج. وافتتح بيدرو نيتو التسجيل لولفرهامبتون قبل أن يعادل ساديو ماني النتيجة لليفربول، ثم سجل محمد صلاح هدف التقدم للريدز، وأضاف أندي روبرتسون الهدف الثالث. بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 92 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي رصيد وولفرهامبتون عند 51 نقطة في المركز الثامن. فاز الدولي المصري لاعب ليفربول محمد صلاح بالحذاء الذهبي لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه ليعادل هاري كين وآلان شير. وحسم صلاح لقب الحذاء الذهبي بالاشتراك مع لاعب توتنهام هوتسبير الكوري سون هيونغ برصيد 23 هدفا، وجمع صلاح بين جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم 2021-2022 ليصبح ثاني لاعب في البريمير ليج يجمع بين الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي. توج ميلان بلقب الدوري الإيطالي عقب فوزه على ساسولو ب3 أهداف نظيفة في الجولة 38 والأخيرة من المسابقة. بهذا الفوز أنهى ميلان المسابقة بالمركز الأول برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي حل بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز 11. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من 9. شكرا لك.